قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإنه يحزنه، يحزنه، يحزنك فيما سيأتي. فالشيطان يأتي لابن آدم كثيرا ويكون قريبا منهم في أحايين كثيرة، فيحزنه على ما مضى ويخوفه ما سيأتي. فترى المرء الذي كان الشيطان منه في لمة وقرب يخاف ما سيكون في الغد، فربما خاف على ولده وهو لم يتزوج بعد، وربما خاف على صحته وهو في أكمل الصحة، فتراه يفكر في الهرم وما سيكون عليه ذلك اليوم، وربما خاف على ماله وتجارته رابحة، وما ذاك إلا من الشيطان ليحزنه ويزيد همه وغمه. ولكن المؤمن يعلم أن ما سيأتي بقضاء الله وقدره، وأن هذا الهم إنما هو مفسد ليومه وليس مصلحا لغده. فمن اهتم في هذا اليوم للغد فإنه في الحقيقة أفسد يومه، وغده لم يتغير ما كتبه الله عز وجل له. وأنت ابذل الأسباب على قدر استطاعتك، والغيب علمه عند الله عز وجل. المؤمن أمرا ثاني، المؤمن إذا جاءه شيء من الهم والحزن يطرده بدعاء الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من دعاء الله عز وجل بإزالة الهم والحزن عنه. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكان يدعو الله عز وجل كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فما رفع أحد يديه لله عز وجل فناداه وناجاه وابتهل إليه وشكى إليه نجواه إلا فرج الله همه وأزال عنه غمه وما أضر به. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ذلكم هو الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه لا يرد القدر إلا الدعاء. فمهما نزل بك من هم ومهما خفت من أمر فدعوت الله عز وجل صادقا في دعائك محسنا فيه، فإن الله عز وجل سيزيل عنك هذا الهم والغم. الأمر الثالث مما يزيل به المؤمن أو يخفف المؤمن به الهم والغم عن نفسه هو كثرة قراءة كتاب الله عز وجل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرض له شيء من الهم والحزن نادى بلالا: يا بلال أرحنا بالصلاة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.